ومعنا من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي عبد الشكور عبد الصمد. أهلا بك أستاذ عبد الصمد. ما أهمية هذا القرار اليوم، وقف إطلاق النار، وكيف يمكن وصف الأزمة الإنسانية والمعيشية وأيضا الأمنية الحاصلة في الأقليم؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وأهلا بمشاهديكم الكرام. يعني هذا حقيقة هو يعني استجابة لتحدي داخلي وتحدي إقليمي وتحدي دولي فرض على أثيوبيا أن تستجيب له حقيقة. ويعني هو يمثل حقيقة يعني مخرج من يعني وضع متأزم، يعني كاد أن يعني يفتك بالواقع الأثيوبي، ولكن حقيقة يعني التحديات أيضا ما زالت قائمة. يعني كما كنا نقول حقيقة الجيش الأثيوبي كان في المنطقة، دخل لغرض أمني وسياسي، ولكن يعني طيب أستاذ عبد الصمد، هل تم الحصول على ضمانات من جبهة تحرير تيغراي؟ هل سيتم إدخال المساعدات الطارئة والملحة في القريب العاجل؟ وما صحة المعلومات عن تدمير جسور تمنع إيصال هذه المساعدات إلى المدنيين الذين يتهددهم الجوع في أي ساعة والموت؟ حقيقة الإدارة الأثيوبية أرادت أن تجعل الكرة في ملعب المجتمع الدولي وفي مجتمع جبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي التي يعني كانت في كل الخطوات يعني تحمل الحكومة بأنها هي المسؤولة عن كل الجرائم التي يعني حدثت في الإقليم. وأعتقد يعني الضغط الدولي الذي كان يعني يمارس على أثيوبيا إعلاميا وسياسيا والعقوبات التي فرضت على أثيوبيا هي نتيجتها هي ما اتخذته الحكومة الأثيوبية، وأعتقد هي الجهات الدولية التي كانت تضغط على الحكومة الأثيوبية أيضا ستضغط مجددا على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ويتوقع في القريب العاجل أن يكون هناك يعني مبادرات، وبعض المعلومات تقول بأنه يعني الهدف من تدمير الجسور هو لقطع الطريق أمام يعني تقديم الدعم بريا، وإنما حتى يتم استخدام مطار مقلي مباشرة بدون المرور على يعني عبر الحكومة الأثيوبية. فبالتالي الجهات الحكومية تتهم الجبهة بأنها هي التي قامت بتدمير هذه الجسور. على كل هو الضحايا هو يبقى هنا المدنيين والمجتمع المدني، فبالتالي يعني ويبقى المجتمع الدولي عليه الآن أن يتحمل المسؤولية، وأثيوبيا أيضا يعني الحكومة يعني تقدمت بهذه الخطوة بوقف إطلاق النار حتى تؤتي يعني حتى تعطي فرصة للمجتمع الدولي وأيضا للقوى الداخلية بالقيام بمصالحة. بعد أكثر من 8 أشهر من القتال، موقف الحكومة المركزية اليوم، ما المطلوب من الجبهة التي كانت تسيطر على الأقليم، وكيف يمكن ضمان وقف إطلاق النار أو هذه الهدنة، أولا لحماية المدنيين وإدخال المساعدات، ولاحقا لإحصاء الأضرار وعودة أكثر من 2 مليون تم يعني إخراجهم من أراضيهم؟ أخي الكريم، هو الآن المشكلة يعني كلا الطرفين يعني يضع المسؤولية على الطرف الآخر، وأعتقد هناك ستكون مسؤولية يعني كبيرة تبقى على الجبهة الآن، لأنه هي التي يعني موجودة على أرض الواقع، ويبقى على الحكومة الأثيوبية أيضا أن تتحمل المسؤولية، وهذا جزء من يعني الشعب الأثيوبي. فبالتالي أعتقد سيتم التوصل الى يعني الى نقطه مشتركه، ولكن ايضا يبقى المجتمع الدولي هو الذي عليه العبء الاكبر، لان الحكومه الاثيوبيه طيله 8 أشهر الماضيه كانت تقول بانها هي قدمت اكثر من 70% من احتياجات سكان المنطقه، والاقليم اصلا يعني حقيقه المعروف احتياجه كبير جدا بغض النظر عن فتره الحرب، والحرب هذه ضاعف هذه الاحتياجات. فيعني ننتظر ماذا يستطيع المجتمع الدولي ان يقدم،
وقد تكون الحكومة الأثيوبية منشغلة بقضايا حقيقة ملحة ومهمة جدا، أمنية واقتصادية في ظرف يعني في ظرف فترة التغيير والأزمات الكثيرة التي يعني مرت بها على أثيوبيا. فأعتقد قد لا يكون هناك كثير الحكومة الأثيوبية تستطيع أن تقدمه، ولكن أتوقع المجتمع الدولي سيكون دوره فاعل، والمفترض أن يكون فاعلا أكثر في هذه الفترة. الذهاب إلى ما أعلنته الحكومة المركزية يعني إلى جانب وقف إطلاق النار، ما المطلوب من ضمانات؟ هل الحديث بأن إطلاق النار من جانب واحد؟ وما المطلوب من الجبهة في هذا الوقت تحديدا لحماية المدنيين ولإنقاذ أرواحهم ولإدخال المساعدات بالتالي؟ والله أخي الكريم، هناك تحدي كبير يعني واجه الجبهة، بأنها هي يعني هناك تشعر بأن هناك استهداف يعني حدث على الإقليم من قبل إريتريا والجيش الإريتري، وهل الجبهة يعني تفضل الحفاظ على مكاسب يعني المجتمع التجراي وتترك الآن قضية الثأر والانتقام هذا، وتفضل التوجه لإعطاء أولوية للمجتمع للمدنيين، فبالتالي تتوقف عن التصعيد، أم أن حقيقة النشوة يعني المكاسب التي تحققت من انسحاب الجيش الإثيوبي وأيضا الجيش الإريتري ويدفعها هذا للقيام بالضمانات؟ حقيقة يعني أعتقد الصورة تحتاج يعني لبعض الوقت حتى تكون الصورة واضحة بشكل أكبر، لكن التحدي الذي يفرضه والضغط الذي سيماره المجتمع الدولي له دور وبصمة أعتقد بشكل أكبر في بلورة تصور معين يعني سنراه في غضون الفترة الأيام القريبة القادمة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي عبد الشكور عبد الصمد.